تحية إلى الأسرة التربوية على المجهود اللي تقوم به، والمجهود هذا اللي ضعفت منه خاصة في علاقة بجائحة كوفيد. الزيارات هذه اللي قمت بها أنا في مجموعة من المؤسسات التربوية، حبيت نقف من خلالها على مدى الجاهزية اللي عليها هالمؤسسات هذه في انتظار العودة المدرسية اللي إن شاء الله بتنطلق نهار الثلاث. بالحق المجهود كبير، وأنا نحب نطمئن الأولياء من ناحية هذه اللي كل شيء متوفر لضمان العودة المدرسية في ظروف استوجبتها الجائحة هذه، من خلال توفير وسائل التعقيم وتوفير التباعد ما بين التلامذة. دونك وقفت على كونه الأقسام العدد نتاعهم ما يتجاوزش 15-16 في أقصى الحالات. بيان سور مش كل شيء معناها ايديال وبارفي، هذا اكيد فما العديد من النقائص، لكن النقائص معناها ماهيش كبيره، ماهيش باش تقلق في علاقه بالعوده نهار ثلاث. استحثيت الاطار التربوي والاطار الاداري باش كونوا يتلافى النقائص، خاصه في علاقه مع الماء، مع توفير وسائل التعقيم. وانا متاكد ان شاء الله من هنا لنهار ثلاث كل شيء باش يبدا ملائم لعوده ابنائنا في ظروف طيبه ان شاء الله.